الأربعاء 7 أغسطس لعام 2019، برج الحمل. مهنياً تحقق نجاحات رائعة في عملك طالما حلمت بها، لكن عليك الحذر من الغرور كي لا تعود لنقطة الصفر. عاطفياً أنت شخص رومانسي، وعندما تحب تكون صادقاً في مشاعرك، وهذا ما يجعل شريكك يشعر بالاطمئنان معك. برج الثور. مهنياً تعمل هذه الفترة على مشروع مهم وفارق في حياتك العملية، فأنت تبذل الطاقة والمجهود العظيم حتى يتوج بالنجاح وتحصد ثماره. عاطفياً لا تسير حياتك العاطفية على ما يرام، نتيجة لانشغالك الدائم في العمل وترددك على اتخاذ هذه الخطوة وبدء علاقة جديدة. برج الجوزاء. مهنياً تحقق نجاحاً عظيماً لا تعلن عنه إلا بعد انتهائه لتفاجئ به من حولك، كما يتوج بالنجاح وتحقيق الهدف وإنجازه. عاطفياً تتمتع بحس عاطفي مميز يجعلك قادراً على إدارة حياتك العاطفية بشكل دقيق ومميز، مما تنال إعجاب شريك الحياة واختصار الكثير من الوقت في علاقتك. برج السرطان. مهنياً تعد هذه الفترة فترة مميزة في بيئة العمل، ولذلك عليك اغتنام هذه الفرصة والإقبال على المشاريع المؤجلة، ولكن كن حذراً من اتخاذ القرارات السريعة غير المدروسة. عاطفياً تحتاج إلى تغيير وتطور في علاقتك العاطفية حتى لا تصاب بالفتور والملل، فهذا الوقت المناسب لاتخاذ قرار الارتباط والإقبال عليه دون تردد. برج الأسد. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة نبيلة السيد، والفنانة شيماء سيف، والفنان عمرو واكد، والفنانة ليلى حمدي، والفنانة دومينيك حوراني، والفنان مجدي علي، والفنان باسم موريس عدلي. مهنياً تبدأ اليوم أولى خطوات مشروعك، ولكنك تحتاج للدعم المادي من الآخرين، لذلك لا تتردد في طلب المساعدة من المقربين لك. عاطفياً تعيش حالة من التوتر مع شريك حياتك، ولكن بالحكمة والتفاهم تتحسن الأمور وتعود المياه لمجاريها. برج العذراء. مهنياً لا تستمع للنصائح بعض الزملاء التي لا جدوى منها، وحاول أن تنفذ ما تريده من أهداف وطموحات. عاطفياً تتفق أنت والحبيب في اتخاذ خطوات رسمية في علاقتكما خلال الفترة المقبلة، سواء كانت خطوة زواج أو خطوبة. برج الميزان. مهنياً تسرعك في اتخاذ بعض القرارات اليوم قد يتسبب لك في الوقوع ببعض المشاكل، لذلك حاول أن تفكر قبل اتخاذ أي خطوة. عاطفياً تشعر بالرغبة في تحسين الأمور مع الحبيب، لكن تخشى أن تتعرض للإحراج، لذلك حاول أن تكون جريئاً وتأخذ خطوة إيجابية. برج العقرب. مهنياً تشعر بالقلق والتوتر نتيجة مرورك ببعض المشاكل في العمل، لذلك حاول أن تتحلى بالحكمة لتتخطاها. عاطفياً تشعر بالرغبة في التحدث مع الحبيب في بعض الأمور الخاصة بحياتك المهنية والاجتماعية لإيجاد حل لبعض المشاكل. برج القوس. مهنياً تستطيع اليوم تحقيق بعض أهدافك نتيجة سيرك بانتظام على خططك التي وضعتها خلال الفترة الماضية. عاطفياً تستطيع اليوم تحقيق بعض أهدافك نتيجة سيرك بانتظام على خططك التي وضعتها خلال الفترة الماضية. برج الجدي. مهنياً تحصل على ترقية جديدة في عملك، مما يجعلك تشعر بالحيوية والنشاط والإبداع في العمل. عاطفياً تعيش حالة من الرومانسية والتفاهم مع الحبيب، ولكن قد تصادفكم بعض المشاكل التي سرعان ما تنتهي. برج الدلو. مهنياً قد يحدث سوء تفاهم بينك وبين أحد رؤسائك في العمل، مما يتسبب في حدوث بعض المشاكل. عاطفياً تشعر بالرغبة في الاقتراب من أحد الأشخاص، لكنك تخشى التعرض للإحراج، لكن تجرأ وخذ خطوة إيجابية. برج الحوت. مهنياً لا تكن مندفعاً واحرص على التحكم في انفعالاتك،
حتى لا تدخل في صراعات كبيرة مع زملاء العمل بسبب أسلوبك معهم في التعامل عاطفياً. حبيبك يمر بفترة صعبة يواجه خلالها العديد من الصعوبات، فاحرص على وقوفك بجانبه خلال هذه الفترة وأشعره بمدى اهتمامك وتأثرك به.